تتواصل اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالقاهرة والتي تستمر حتى غد الخميس، وتأتي الاستراتيجية الإعلامية العربية ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج من بين البنود التي تتصدر جدول أعمال الوزراء العرب، إضافة إلى عدد من الملفات والقضايا كمواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية، إلى جانب متابعة الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030. كان هناك توافق عربي كبير بالإجماع، تم التصويت على كافة البنود المقترحة. كان بندنا الأول دائما هو القضية الفلسطينية التي تسكن في وجداننا وأعماقنا. كذلك هناك أخبار سارة للقضية الفلسطينية، يعني فيما يتعلق بتواجدها في المكتب التنفيذي. كذلك تقدم الجميع بوافر شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية ولقطاع الإعلام فيها على استضافة هذه الاجتماعات. موضوع القضية الفلسطينية التي هي على رأس الأولويات الدائمة لمناقشة أعمال اللجنة، كيفية التحديات التي تواجه الخطاب العربي التي تتعلق بالخطاب واحتلال العقول وكيفية مخاطبة الآخر، وهناك ما يستجد أيضا مثلا قضايا الإعلام الإلكتروني، كيفية يعني محاولة ملء هذه البيئة، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثلا تتعلق بما يطرأ من مقترحات بعض الدول العربية، مثل ما جاء من مقترحات من جمهورية مصر العربية.